مرحبا، كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. برحب فيكم بمطبخي مع انتصار اطيب، واليوم عملت لكم شوربه ولا اطيب، شوربه خضار مع المعكرونه، صحيه ولذيذه كتير، رح تعجبكم. واللي بحب هالوصفه يتفضل معي لحتى نعملها مع بعض. نحتاج لهاي الوصفه كرافس اللي هو السلري، قايمين منه الخيوط اللي هي هيك بتكون عليها خيوط بنشيلها. عندنا الجزر، عندنا البصل، عندنا الزهرة، القرنبيط، وعندنا الثوم، عندنا البروكلي كمان، وعندنا زيت الزيتون. البهارات عندنا الكمون، الملح، الفلفل المجروش الأحمر. هاي كل المكونات تبعتها، وطبعا عصير الليمون بالأخير. هون أول شي رح نعمله، رح نحط زيت الزيتون بالطنجرة. هون ضفنا البصل والثوم، هون رح أضيف شوية ملح صغيرة. هلا هون بلش يشعر معانا، هلا رح نضيف كل الخضرة. هلا هون نقلبهم شوية قبل ما نحط المي عليهم، ورح نضيف البهارات. بسم الله. هلا بلشت الخضرة تبدا لنا، رح نضيف المي المغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هون بنحركهم شوي، وراح نضيف كمان عندي نص كوب من المعكرونه، راح نزيد المي كمان. بسم الله. هلا راح نضيف عصير الليمون. بسم الله. وهون صارت الشوربه جاهزه، شوفوا جمالها، روعه، بنصحكم تجربوها، كتير كتير طيبه. خلصت وصفتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها وابعتوا لي التطبيقات، ولا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بقناتي على اليوتيوب، وشكرا جزيلا لمتابعتكم حبايب قلبي.